السلام عليكم. اليوم باش نصلحوا بعضنا اكزرسيس جاي في البكالوريا 2015 بالنسبه للباك سيونس اكسبيريمونتال. خذينا البارتي الثاني من الاكزرسيس اللي فيه لير سي فورسي. دونك نبداو نقراو بعضنا البارتي هذه. اون رياليز مينتونون لو سيركوي الكتريك ريبريزونتي سير لا فيغور 5. تعرفوا السيركوي هذا امورنا واضح. باه كي كومبورت Monter en série la bobine B, un résistor de résistance R' est égal 40 ohms et un condensateur de capacité C est égal 4,7 x 10 à la puissance moins 6 farad. L'ensemble est alimenté par un générateur de basse fréquence GBF qui délivre une tension sinusoïdale. EDT est égal à U max sinus 2πnt moins pi sur 3 ou le sinus oméga t moins pi sur 3. D'amplitude maximale U max constante et de fréquence N réglable. Bien. Pour la valeur N1 est égale 173 Hz de la fréquence N, l'intensité instantanée du courant électrique qui circule E est égale I dt est égale I max sinus 2π N1t, où Im est l'amplitude de l'intensité électrique. Les courbes de la figure 6 qui me chauffe, présentant les tensions UDT aux bornes du générateur et UCDT aux bornes du condensateur. Bien, tout le chose est clair. Donc, nous allons commencer à l'exercice de nous, un peu. Bien, la première chose à faire, c'est de prendre les informations que nous avons. Nous avons dit que R' est égal à 40. Je vais écrire ici, dans le brouillon, R' est égal à 40 ohms. تو نحن نبدو نلمو فك المعلومات اللي عطيها لنا. وعندك كاباسيتي ايتيغال 4.67 فوا 10 بوسونس موان 6 فاراد. وعطانا زادة او دي تي ايتيغال او ماكس سينوس 2πn t moins π sur 3. Watana N1 est égal 173, la fréquence N1. Hertz. Watana EDT est égal I max. Sinus 2πn1t. باه أول حاجة نعملها هنا تو هذا في البريورة UDT هذيك كم يتيقال est égal U max. يزمنا خدمتنا تبدأ من الثم 2π nt plus moins π sur 3. Bien l'expression générale تاع UDT ديما نكتبو U max sinus omega t ou le 2π nt plus Phi de U, Phi de U quoi égal? Est égal moins pi sur 3. خاطر ثم شكون ينجم يغلط يكتبها pi sur 3 راهي moins pi sur 3 par identification. والأوميغا est égal de pi n. نحن عرفنا تو اللي الفي دو U جي تكتبها باش ما تنساهاش est égal moins pi sur 3. باهي نجولك الاي دي تي. الEDT en général كيفاش نكتبوها احنا EDT est égal I max sinus omega t بسمة omega 1 puisque انا عندي 2 pn1 plus phi de I. كي نعمل identification لي دو تيرم هذوما هما نفسهم راه phi de I كم بيت égal هنا plus plus 0 مثلا مش معناتها الفي دي اي تيكال 0
تو عرفنا اللي في دي اي تيغال زيرو راديون. هذه نسيت راديون. واضح؟ بريمير كيستيون شقال؟ دونك ا1 قلنا ديتيرميني لو ديفازاج دلتا في ايتيغال في دو اي موان في دو اي سي دو اي دي تي بارابور ا اي سي دي تي. نحطو لهنا بي تي 1 ا1 هذا كيستيون ا1 دلتا في عطا هنا نعاود نكتبها ايتيغال في دو اي موان في دو اي سي. نحن في الكور نعرفوا اللي الفالور ابسولي دي دلتا في ايديغال دو بي سير تي فوا دلتا تي. المش فاهم كيفاش يطلع دلتا تي ولا دلتا في، عملت ليها فيديو خاص بها وفسرتها بكدا. دونك ما نغرقوش الاكزرسيس تاعنا في لي ديتاي، نحن في غنى عنه. اول حاجه نعملها نلوج على البريود تي. البريود تي تبدا من هنا، خاطر تبدا من هنا وتوفر لهنا، واضح؟ هذه البريود تي الواضحه، معناتها الاخرين ما همش واضحين بكدا. دونك هيجي تعمل انت في البريود تي نتاعك، جي تحدد البريود تي. حددنا البريود تي، نحسبوا قديش عندنا من كارو. هنا كارو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، عندنا 12 كارو. هذه البريود تي نتاعنا. الدلتا تي وين الدلتا تي؟ هاي هذه الدلتا تي بالاخر. دلتا تي، دلتا تي شويه من كارو، فيها كارو واحد. دونك توا احنا فهمنا اللي جي انت مثلا في البريون تقول راي بريود تي فيها 12 كارو، واضح؟ والدلتا تي فيها ان سول كارو. مرات تلاميذ يغلطوا باش يكتب الدلتا تي اون فونكسيون دو بريود تي. هاي تمشي انت تو تطبق، اسهل حاجه تطبق الريجل دي 3. تجي لهنا الريجل دي 3 تضرب هذه في هذه، انت قال هذه في هذه. اش معناه؟ معناتها تي فوا 1 ايتيغال 12 فوا دلتا تي. باه دلتا تي كومبيان ايتيغال مي مانتنون؟ ايتيغال تي سور 12. شفتوا مساله لا نغلط فيها لا حتى شيء. ترجع انت للورقه النظيفه تاعك، تكتب دو بي سير تي فوا تي سير 12. سامبليفيكاسيون با غروندي. اش تبقى لنا؟ تبقى لنا دو بي سير 12. هذين نعاودو زيد نختزلوها تعطينا دو بي سير 6، واضح؟ راديون اهي. تو دلتا في باش نحولها فالور ابسولي، دونك يلزمني نشوفو وناهي اون افونس دو فاز الاي دي تي والاي سي دي تي، خاطر عندنا في دو اي موان في دو اي سي، وناهي توصل الماكسيموم الاول. لاحظوا هذه الاي دي تي الماكسيموم تاعها لهنا، وشوفوا الاي سي دي تي وين مازال، معناتها اي دي تي اون افونس دو فاز بارابور ا اي سي دي تي. دونك دلتا في اي بوزيتيف، معناتها دلتا في ايتيغال بي سير 6 راديون. ونجو نحطها في 4 هكا مرة واضحة في كيستيون الأولى. كيستيون أ2 شنو يقولنا؟ شوفوا نقراو ديتيرميني لا فاز انيسيال في يو سي دو يو سي دي تي. عندنا دلتا في كي ايتيغال في دو اي موان في دو اي سي ايتيغال بي سير 6. لقيناها بقلة شوي باهي. قلنا نحن من الاول حطينا في البريوم تاعنا اللي الفي دو اي تيغال موان بي سير 3.
في دي او سي دونك في دي او سي ايجال في دي او موان بي سير 6 وهذا هذه هزتها لهنا والبي سير 6 جبتها من هنا ايجال نعوضوا في دي او اللي هي موان بي سير 3 موان بي سير 6 نوحدوا للمقامات دونك نضربوا في الدو من اللوطة ومن الفوق دونك هنا 3 فوا 2 إلا بي سير 6 إت إيكال موان 2 بي سير 6 موان بي سير 6 إت إيكال موان 3 بي سير 6 إت إيكال موان بي سير 2 راديون Et par suite, j'ai détecté bien là, phi de EC est égal moins pi sur 2 radian. On va mettre ça dans le cadre. Ben, t'as d'autres questions là? Petit b, sachant que l'amplitude EC max de la tension EC dt aux bornes de condensateur est EC max est égal E max sur C fois dp, dp n1. Ben, la question est nous, déterminer la valeur de l'intensité maximal et max, on déduit la valeur de l'impédance Z du circuit. Donc, bel men kemmel, là où j'allais E max, là où j'allais IC max. Mnen bich kemmelha, mes courbes. Shiftu l'hni le maximum ta IC dt. Ha, on y j'y. Thème j'koun glout, ou hat hama, ou hat l'khat l'matqat, a fouk t'tiri had. Ou hsab illi, tension IC, ماكسيمال ايتيغال 10 هذا غلط هو ديجا عاطي هاي كل هنا هاي هذه موا اي سي ماكس دونك نزيد سينيو موا باش تحصل على اي سي ماكس هو عاطيها لي علاش انا نتفلسف ونمشي نعمل في حاجه من راسي وثم شكون ما يشوف فيهاش راه خاطر هنا عاطيها 2 يقول لك يبدا هنا يحسب 2 هنا يقول 4 6 8 حتى يوصل ل 10 وحط هذه سي راهي غلط يلزمكم الفيجور تفلوها فليا راي فيها معلومات ساعات تبدا متدرجة تو هذه موان 9.8 كأنها كاشي شوي دونك نثبت رواحنا وما نزربوش دونك عرفت اللي اي سي ماكس يتقال 9.8 دونك بي عادنا نكتبو اي سي ماكس يتقال 9.8 فولت باهي عندنا اللي الواحد اللي عطيهنا شنو هي قالنا راه اي سي ماكس تيقال اي ماكس سير سي اوميغا زين نعرفوها هنا عندنا باهي امبليك تو باش نخرجوا اي ماكس est égal UC max fois C fois 2π fois N1 donc on a oublié toutes les valeurs le coup là on a 9.8 et C a été 4.7 fois 10 moins 6 fois 2 fois le P 3.14 n'a pas ou le N1 a été 173 نحسب بالكالكوليتريس باش نلقو الفالور هذي فيرجيل 42 × 10 على بويسونس موان 6 امبير لونيتي ما نسويهاش دونك ايت ايجال 0.05 امبير واضح دونك نجيو لهنا نكتبو اي ماكس ايت ايجال 0.05 امبير نحطها في كادر تعدلو كيستيون اللي بعد تعدلو
باهي قالنا بعد اون ديدوير لا فالور دي لامبيدونس زد دو سيركوي. On sait que Z est égal, d'après le cours, est égal à Emax sur Emax. Donc là où j'allais l'Emax, عندنا في الكور بنلاحظوا في كل كارو عندنا 1 فولت. قداش من كارو الإيماكس فيها؟ 1 2 3 4 5 معناتها 5 كارو كورسبوندون ل 5 فولت. نعاودوا عندنا هنا 5 فولت سير إيماكس طلعنا قبل 0 بلقي 0 5 باهي تلقى 5 توا 5 هذي باش نجم نكبر كبر 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 لان نخدم لا بكالكيلاتريس نكسر راسي سامبليفيكاسيون تبقى 1 سير 10 على بويسونس موان 2 تطلع الفوق تولي 10 على بويسونس 2 تيكال 100 اوم دونك زيد تيكال 100 اوم حطوها في كادر نشوف الكيستيون اللي بعده Précisez en le justifiant si le circuit est capacitif, résistif ou inductif. PDC. Mais dans le cas, on voit le déphasage entre la tension UDT délivrée par le GBF et l'intensité UDT. Phi de U moins phi de I est égal moins pi sur 3 moins 0 طلعناها بقى 0 هذه inferior to 0 donc le circuit est dit capacitif ta deuxièmement petit déjeuner goul La figure 7 de la page 5.5 à remplir par le candidat et à remettre avec sa copie représente une construction diffrénelle inachevée des tensions correspondant au circuit étudié à la fréquence N1 dans l'équation différentielle s'écrit R' plus R fois I plus N sur C primitif de UDT plus L dérivé de I sur DT est égal à UDT. Ben, attends, quel que soit les vecteurs OA, AB, BC et OC, les vecteurs différentiels associés respectivement, مرتبي الفكتور الاول اتي اسوسي ا ار بريم بلس ار فوا اي الفكتور الثاني اسوسي ا سير سي بريميتيف دي دي اي انسي دي سويت بي تي ا كومبليتي لا كونستركسيون ديفرينيل ريلاتيف او تونسيون ماكسيمال ا ليشيل ما ننسوهاش هذي واضح à l'échelle 1 cm pour 1 volt. Ben. شوف انا باش نخدم لك الخدمه بار ديتاي المره اللي فاهم فهمتني ويعرف لي تيرم كي تي اسوسي ا شاك فاكتور يخدم ديريكت كونستركسيون ديفرينيل عندنا نحن ليكواسيون ديفرونسييل ار بريم بلس ار فوا اي بلس ان سور سي primitif de i dt plus l dérivé de i sur dt est égal à u dt. عندنا le vecteur l'oul associé à cette fonction sinusoïdale, اللي هو OA. Le vecteur الثاني هو AB. كلهم في جرت بعض. Le vecteur الثالث BC. Ou la somme de tous les vecteurs ou le vecteur OC. Donc, الفاز الفي دي اي قلنا راهي ايت ايكال زيرو راديو باهي الفكتور الاول عرفنا كيفاش باهي هاو باش نقول لكم علاش كار عندنا الاي
دي تي اي تيغال اي ماكس سينيس دي بي ان ان تي بلس زيرو. هاني في دي تيغال زيرو خاطر هي اي ماكس سينيس دي بي ان ان تي. واضح؟ انت كي تبدا الخدمه دي كلها فاهمها تكتب ديريكت او ا طول نتاعو ار بريم بلس ار فا اي ماكس وعنده فاز يتقال زيرو تعادل فيكتور ثاني بعد ثالث وبعد تمشي تصور على روحك. تو نحن الاو ا او ا اسوسي الفونكسيون ار فونكسيون سينوسويدال ار بريم فوا اي دي تي اللي هي ايتيغال ار بريم بلس ار اي ماكس سينيس دي بي ان ان تي. واضح؟ هذاك قلنا نحن اللي طول الفيكتور نعرفوا نحن اللي طول الفيكتور ديما المضروب في السينيس لامبليتيد المضروب في السينيس شنو هو؟ ار بريم بليس ار بريم بليس بيتيت ار فوا اي ماكس والفاز اللي هنا بليس زيرو الفاز تيكال زيرو. الفيكتور الاول واضح؟ الفيكتور الاول باش يجي فوق اللاكس دي فاز. نتعدوا للفيكتور الثاني اللي فاهم من غير ما يخدم الديتاي هذه كل واضح انك تضيع برشا وقت. طول تعطيه كما قلت لك لي فيكتور نتاعو تعطيه طول لي فيكتور قديش كل واحد طوله قديش وقديش الفاز نتاعو. دونك الفيكتور نتاعنا ا بي اسوسي ا سيت فونكسيون باهي ايتيغال ان سور سي بريميتيف دي اي ماكس سينيس دي بي ان ان تي ولا باش نربح الوقت باش نكتبها اوميغا تي. حسيتها رزينة انا دي بي ان ان اوميغا تي دي تي كون بيها ديغال بريميتيف تاعها هي موان اي ماكس خاطر بريميتيف تاع سينيس موان كوس سير سي اوميغا ديريفيف تاع اوميغا تي هي اوميغا كوسينيس اوميغا تي هذه باش نرجعها في السينيس ونحو كسين موان نزيدو موان بي سير دو ايتيغال اي ماكس سير سي اوميغا سينيس اوميغا تي موان بي سير دو. دونك الفيكتور تاعنا احنا ا بي الطول نتاعو هي اك المضروب في السينيس والفاز نتاعو موان بي سور دو. باهي شفتوا لهنا ها باش نعاود نكتب هيك بالوضوح اي ماكس ثم غلطه نعرفكم تغلطوها ديما سير سي اوميغا سينيس اوميغا تي بلس اي موان بي سور دو سكر القوس. دونك الفيكتور نتاعنا احنا الطول نتاعو قلنا المضروب في السينيس ولا الموديل نتاعو والفاز نتاع الفونكسيون هذه هي موان بي سير دو خاطر نحنا اون جينيرال ديما نكتبو بليس في. واضح؟ والفي ايتيغال موان بي سير دو. ثم شكون ديريكت السيني هذه ما يعطيهاش حتى اهميه وقول راهي الفاز في pour cette pour ce vecteur là est égal pi sur 2 وهو نسيك سين موان. واضح؟ دي منيك بليس وش منك فيها انت نحطها بين قوسين. دونك الفيكتور نتاعنا ا بي الطول نتاعو هي اك الموديل تاع ا بي اللي مضروب في السينيس اي ماكس سير سي اوميغا وعنده فاز موان بي سير دو بارابور لاكس وعنده اونجل موان بي سير دو بارابور لاكس دي فاز. البي سي البي سي الفيكتور نتاعنا بي سي اسوسي ا سيت فونكسيون اللي هي ال ديريفي دي اي سير دي تي. كي نعمل الديريفي نتاع لانتونسيتي كالعاده ما نبقوش نتعمق في الديتاي ياسر اي ماكس باش تعطينا سينيس اوميغا تي بلس بي سير دو كيما خدمتو بقال خدمتو. دونك الفيكتور نتاعنا الطول نتاعو هو هذا كالعاده وعنده فاز بلس في اللي هي بي سير دو. دونك البي سي
الطول نتاعو الموديل نتاع ال بي سي اللي هو اخر مضروب في السينيس ال اوميغا اي ماكس، وعنده فاز بارابور ولا عنده اونغل بارابور لاكس دي فاز ديكال بي سي ار دو. قال لنا الفكتور الاخراني هذاك مصور امور واضحه الاوسي، هاهو انا مصور امور واضحه الاوسي، الاوسي الطول نتاعو هو اك الموديل دو اوسي. الاوسي دي راه اسوسي على فونكسيون اي دي تي كي ديليفري بار لي جي بي اف. الطول نتاعو اي ماكس وعندو فاز ا تي تيغال زيرو، لو دي تي فاز تاعها تي تيغال زيرو كومي تيغال اوي تيغال مون بي سو تروا. هاي باهي انا شجي نعمل قبل ما نصورهم في البريوم، هو عاطينا راهو الخدمة ديال، اما انا نحب نفسر لكم كيفاش تصوروهم. اللي فاهم طول يحط لي فيكتور نتاعو ويحط الطول نتاعهم قداش ويحط الفاز نتاعهم قداش يمشي يصور طول في ورقة الامتحان ما يضيعش الوقت، واضح؟ اما انا لهنا مش نفسر لكم جيست بركة كيفاش تصوروا هذا لاكس دي فاز. باش نصورو 3 زاكس دي فاز نقول لك مانيش حطو هذا لهنا، نحطو هذا لهنا. الفكتور الاول نتاعنا قلنا واش قلنا هذا لاكس دي فاز معناتها في ايتيغال زيرو، هنا ديما في لاكس دي فاز في ايتيغال زيرو. الفكتور الاول نتاعنا هنا شنو هو شنو هو شنو هو او ا او ا الطول نتاعو قداش ار ار بريم بليس بيتي تير فوا اي ماكس وعندو اونجل زيرو، معناتها الفكتور الاول يكونفوندي افيك لاكس دي فاز. هذه النقطة او، هذه البوان او، هذه البوان ا او ا، هذا الفكتور او ا طول نتاعو كنا نحن ار بريم بليس بيتي تير فوا اي ماكس. دوزيام فيكتور عندنا او ا معناتها ا بي، طول نتاعو اي ماكس سير سي اوميغا ويعمل اونجل مع لاكس دي فاز تقال مون بي سير دو. ومادام هو كاباسيتيف يعني ال ا بي اطول من البي سي، هذا السونس بوزيتيف نتاعي دونك لونغ باش يمشي في السونس نيجاتيف، هذه موان بي سور دو. هذا شنو قلنا نحن اي ماكس سير سي اوميغا، الفكتور ا بي هذه ال ا وهذه البي، تو الفيكتور بي سي يعمل اونجل بي سير دو افيك لاكس دي فاز. هنا كلاد السونس بوزيتيف وهذه بلوس بي سير دو ال اوميغا، طول نتاعو ال اوميغا اي ماكس، وقلنا الفيكتور هذا راهو بي سي دونك نحن حبسنا في البي نكملو من البي وهذه سي، واضح؟ تو فهمنا كيفاش نصورو. باهي تو اون في لا سوم دو توت لي فيكتور اون اوبتيان لو فيكتور اوسي كيما نشوف فيه، واضح؟ ها نجي نعملوها باش نجيبو الفيكتور الثاني لهنا، ها الاول الا، ومن بعد باش نجيبو الفيكتور الاخر اللي قلنا نحن اقصر اقصر من الا بي ونشوفو نحطو لهنا، من بعد باش نصور
وبعدك الاو سي هم مصور بطبيعته، هذه البوان سي، واضح؟ هذه هي البرينسيب دو كونستركسيون. اللي عنده شك ولا حاجه في الواحد تاع نجم يخدم هذه كلها في البريون. تو هذه ما نصحكوهاش، جيست راه باش نفسر لك، فهمتوا؟ فسخوها. دونك او ا قلنا الطول نتاعو ار بريم بلس بي دي تير فوا اي ماكس، وعنده فاز ايديغال زيرو، ولا اونجل ايديغال زيرو، سيتادير سي فيكتور لا اي كونفوندي افيك لاكس دي فاز. دونك هذه البوان ا، بوان ا نتاعي كما قلنا الطول نتاعو ار بريم بلس بي دي تير فوا اي ماكس، هذا الفيكتور، الفيكتور نتاعنا قلنا نحن هو ا. توا نصور الفيكتور ا بي، هذا الفيكتور ا بي عنده اونجل موان بي سور دو افيك لاكس دي فاز، هنا موان بي سور دو. إيه هذا الفيكتور AB قديش طوله؟ إي ماكس سير سي أوميغا، الفيكتور AB. به الفيكتور الآخر باش يبدأ من البي ويحبس في سي، بويسك هو معاوننا وعطينا أو سي. وهذا الفيكتور بي سي قديش طول الفيكتور بي سي؟ طوله اي ماكس ال اوميجا به، وهذه الاي ماكس، واضح؟ وهذه في دي اي، في دي اي حسبناها قلنا راهي موان بي سور تروا باهي. توا امورنا واضحه، توا كملنا الكونستركسيون دي فرينير. نشوفو كيستيون بي شنو يقول، بي ديدوير لا فاليور دو لاندكدونس ال اي سيل دو لا ريزيستونس بي تي تي. بي تي بي بيه، on cherche l'indépendance L. بيه، كيفاش نلوج عليها L؟ باش تقيس انت الديستانس هذي بالمسطرة، من بي حتى لسي، هاي الفيكتور الأخضر هذا، شوف الفيكتور فير، شفتو؟ باش تقيسو بالمسطرة، كيفاش تقولو؟ كي نقيسو بالمسطرة، باش يعطينا سارتان فالور، إتيكال، معناتها إتيكال 5.4 سنتيمتر. باهي وقلنا نحن كل واحد سنتيمتر كوريسبوندون ان فولت، دونك 5.4 سنتيمتر كوريسبوندون ا 5.4 فولت، ونحن البي سي نعرفو ايتيغال اي ماكس ال اوميغا، كي ايتيغال اي ماكس نعوضو الاوميغا نتاعنا فوا ان فوا دي بي ان ان est égal 5.4 فولت. واضح؟ دونك هنا نجمو نحسبو ال ال نتاعنا est égal 5.4 sur Emax fois 2π fois N1 est égal 5.4 sur Emax لقيناها 0.05 0.05 ou 2π fois 2 fois 3.14 fois 173 est égal نحسبو بالكالكولاتريس ساهل ياسر 0.099 هذه برسك 0.1 هذه
هذه بريسك 0.1 واليونيتي نتاعنا عندك دونس ما ننسوهاش هي خوري. دونك ال ايتيغال 0.1 خوري ونحطها في كادر. ثم زدت لنا بيتي تير اش نعرفو نحن قلنا تو طلع بيتي تير نعرفو اللي او ا الموديل دو او ا اللي هو الطول بتاع الفيكتور او ا ايتيغال ار بريم بليس بيتي تير فوا اي ماكس. واضح هذيك نحسبوها بالمسطره قيسوها بالمسطره باش نلقوها 2.5 سنتيمتر. عندنا او ا طول الفيكتور تاعنا هنا ايتيغال 2.5 سنتيمتر. وكيما تفهمنا اللي ان بور 1 سنتيمتر كوريسبوندون 1 فولت 1 سنتيمتر كوريسبوندون 1 فولت مي لو 2.5 سنتيمتر كوريسبوندون 2.5 فولت. واضح باهي. دونك اش نفهمو تو اللي R prime plus petit r fois I max est égal 2,5 volts. نحلو هذيك R prime fois I max نعمل عملية نشر plus R fois I max est égal 2,5 volts. Voilà. اش نجي نعمل R E max إتيغال نهز الـ R بريم غادي تولي موان E max بليس 2.5 فولت. دونك R إتيغال نجيب 2.5 من هنا إلا موان R بريم E max سور E max R إتيغال نعوضو تو 2.5 موان R بريم قديش عاطي هنا هو في الإكزرسيس هي 40 أوم. موان 40 أوم سور موان 40 فوا إي ماكس من 0.05 sur 0.05 est égal 2.5 moins avec toi les 2 sur 0.05 est égal 0.5 sur 0.05 est égal à 10 où l'unité de ta résistance est ohm. Et par suite petit r est égal 10 اوم. وهكا نكونوا كملنا الاكزرسيس تاعنا. دونك كيما قلت لكم قبيله في كونستركسيون دي فرينيل الفاهم لي فيكتور طول يصورها من غير ما يبقى يعمل في الديتاي ياسر خاطر باش يضيع برشا وقت. انا عملت ديتاي جوست باش نفهمكم ونفهمكم البرانسيب نتاع الخدمه. واضح وما تنساش باش تعمل جيم للفيديو والسلام.